أول وصفة هتكون الموزة. عندنا 3 موزة ضاني مخلية، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 بصلة مفرومة ناعم، ربع معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم، 2 معلقة كبيرة هريسة، 2 فص ثوم مفروم، 1 معلقة صغيرة كزبرة مطحونة، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة شطة، 1 كوب ضاني مرقة ضاني. عندنا 1 كانز مكعبات، 1 معلقة كبيرة مستردة بالحبوب، 2 ورق لورو، 1 كوب تين مجفف مقطع أنصاف، 2 معلقة كبيرة عسل، 2 معلقة كبيرة نعناع مفروم، وربع كوب كزبرة مفروم. أحط شوية زيت زيتون في كل حلة، وأول الزيت ما يسخن هحمر الموزة. ودلوقتي هاخد الموزة هشيلها احطها في الصينية هنا، وعلى طول احط البصل هحط هنا، وهحط الهريسة، الثوم، وأقلبهم مع بعض. ودلوقتي بالنسبة للموزة هحط كل البهارات، ملح، وممكن احط برضو شوية فلفل، واقلبها. دلوقتي احط الطماطم، المستردة، العسل، ورق اللورو، والتين. نقلبهم تقليبتين. ونحط المرقة. تقلية هتحتاج شوية مرقة زيادة، احط شوية كمان. ونسيبها على النار لحد ما تبتدي تغلي. أرجع الموزة للخليط ده، الموزة خلاص جاهزة، ناخدها ونبتدي نغرفها. زي ما احنا شايفين اتشربت المرقة بتاعتها على الآخر، وخلاص تقريبا اللحم بيقع من على العظم. ناخدها ونشيلها. زي ما احنا شايفين اللحم واقع لوحده. واخد لون حلو من الصوص. ونبتدي دلوقتي نحط عليها من الصوص اللي هو كان فيه التين. وطبعا بقية التين وبقية اللحم اللي وقع في الحلة كله هنحطه فوق بعض.
نحط أو نرش يعني عليها البقدونس والنعناع، نحط ورد حواليها، وبكده نكون جهزنا أول طبق.